إن من أعظم المناقب التي يسعى إليها عباد الله الصالحين أن يكون ملائكة الله ممن يخبرون الله عنك، عن ذكرك له وتقواك وصلاحك وصلاتك ومسجدك في بيتك. الله لما ذكر نبيه قال: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وتلك عطايا يمن الله بها على من يشاء من عباده، والعاقل يسعى أن يكون من أولئك الركب الميمون والأخيار الطيبين الذين أثنى الله عليهم في كتابه وعلى ألسنة رسله، وعن أخبارهم وأيامهم وأحوالهم تحدث الملائكة ربها جل وعلا وهو أعلم بهم وبمن جاءوا من عنده. الفائدة الثالثة أيها المؤمنون، ذم الله جل وعلا الخيانة في كتابه وقال: وهو أصدق